My name is Jeremy Fletcher. I'm the music director at Tyre Church, and I've been here in Lebanon for a little over 2 years. It's been such a pleasure starting with, we just had 7 students to begin with, playing a few instruments, and now after 2 years we have over almost 60 students now in our music program. اليوم كان الكريسماس ل 2020 كان هالشيء كثير انبسطنا فيه وكان كثير لنا الفخر عشان نقدم فيه. انا اودي لبا رمت حمد وصلاة وسجود فاقد ورب الى. انا اسمي ايا، انا من سوريا، جيت من سوريا على لبنان واجينا على كنيسة السور. تعرفنا على الموسيقى والاخ جيرمي كمان دربنا كثير منيح، وانا طالبه بالموسيقى بالادفانس جروب الفريق المتقدم وقدمت مع الفريق المبتدئ، والموسيقى كثير حلوه. جيت لهون بس شفت الموسيقى حسيت انه الموسيقى هي فيها قوه، هيدي القوه فيها تغير كل شيء، فيها رموز، فيها تجمع كل شيء، تجمع كل شيء تحت راي اسمها رايه الانسانيه، لانه الموسيقى بتعمل انسانيه، هي عن جد هي قوه تغيير، فيها تقلب المجتمعات، فيها تغيرهم، فيها تطورهم، فيها تبنيهم. نحن عم ندخل بسنة جديدة على مولد سيدنا المسيح، وإنه شيء للمسيح وللمسلم ولأنه شيء على كل شيء طوائف وخلفياتها ما بتفرق عندي، مهم إنه كل شيء نحن نساهم حتى نخلي اللي حوالينا مبسوطين وهيك. So I started working with these kids at the beginning of this year, about a year ago. And when they started, I started working with specific groups in instruments I'd never heard of before, never played before. ما توقعت انه يكون في اعداد كبيرة من الناس، فشكرا لوجودهم هون، شكرا لدعمهم، شكرا لكل شيء قدموه.